هلا والله، الحين انا فكيت المسامير كلها، المسامير هذه هنا وهنا وهنا وين وهنا، طبعا كلها فكيتها. تمام، اول شيء اشيل هذه القطعة، بعدين الجهة هذه اشيل هذه القطعة، تمام. نشوف هنا لو نلاحظ ان هذا مركب هنا، ها تلاحظ شلون شكله، لازم تتركب على نفس الشكل الموجود هنا. تمام، هنا هذا تركبه من هنا بالشكل هذا، تمام، ونركب الزناد هنا شلون، هذا الزناد هنا مكانه. تمام، هذه من هنا، ها هذه عشان يرجع، فهمت؟ هذه لازم تركبها من الشكل هذا هنا. تمام، طبعا في حديدة هنا، خليني اشوفها وينها، هذه حديدة بس للثقل، يعني تبي تحطها ما تبحطها كيفك. تمام، خلاص عرفنا الأجزاء. الحين هش نركب؟ نركب هذا، بس نتأكد من كل قطعة انها مركوبة بشكل يعني زين. تمام، طبعا عندنا هنا في شيء نقطة مهمة، هنا هذه لازم تلف، تصير بالشكل هذا، تلفها انت شلون، صارت من هنا، بعدين نلفها بعد زيادة، شلون الحين لازم تصير بالشكل هذا، هذه القطعة. خلاص، الحين نقوم نركب هذا، تمام، بدي نركب القطعة اللي فوقها، نعشق ونطلق، نعشق ونطلق، تمام أمورنا. الآن نقوم إيش نركب المسامير، الآن نركب المسامير، مرة شغلة بسيطة هي، مرة شغلة بسيطة، بس أنت يبي لك شوي يعني تبخمخ فيها وتجلس، يعني إذا كنت مبتدئ بهالشيء هذا، وهي شغلة مرة بسيطة بسيطة بسيطة، أي واحد يقدر يسويها، أي واحد. يعني أنا يعني خبرتي أول مرة أفكك، ومع ذلك يعني قدرت الحمد لله إني أنا أزينه. تمام، هذا هنا انا احط طويل، واحد طويل كان، اها خلاص. تمام،